طيب احنا خدنا ازاي نعمل كونكشن وازاي نعمل كرييت كولكشن، دلوقتي عايزين نعمل نضيف بيانات جوه الايه الكولكشن ده مباشرة. فانا هعمل كده فايل جديد اسميه insert into collection. طبعا المونجو الكونكشن هتسيبه زي ما هو بالايرور بتاعه، والداتابيز هتسيبها زي ما هي، بس مش هنحط طبعا يعني مش هنعمل اشتغل مش هنستخدم كريت كولكشن. كريت كولكشن ايه بقى؟ خلاص احنا المره دي كولكشن اوريدي اكزيست، صح؟ المفروض ان هو موجود في الاصل. انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ اقول له يا دي بي دوت الكولكشن الموجوده عندك، ما بقولوش كريت كولكشن، خد بالك انا بتكلم على كولكشن. قال لي ماشي، اديني اولا الاسم بتاع الكوليكشن ده. قلت له الاسم بتاع الكوليكشن ده امبلوي، خلاص ماشي. بعد كده ده كده وصلت للكوليكشن اسمه امبلوي، اقول له دوت. هلاقي بقى حاجات مهمه جدا زي اجريجيت، لو انا عايز اجمع يعني اعمل جروب باي، يعني كاونت اعد كاونت دوكيمنتس كام واحد، كريت اندكس او اندكسي او اندسيز، يعني ديليت ميني ديليت وان يعني دلت حاجه او بدلت شويه حاجات، ديستنكت ادور من غير ما ادور من غير ما يبقى في تكرار في الداتا اللي راجعه، دروب احذفه، دروب اندكس او اقع اندكس اون سيز، استيميتد استيميتد الدوكيمنت كاونت تقريبا، افايند ادور على حاجه، افايند وان افايند وان اند ديليت ادور على واحد واحذفه، او افايند وان اند ريبليس واعدله، افايند وان اند ابديت واعدله، انا ادور على حاجه اعدلها، و جي و هاي ستاك سيرش ده سيبك منه بتاع حاجات تخص الجي بي جي اس وكده جيوغرافيك يعني، وجيو نير اقرب حاجه ايه، وجروب جروبنج، وديك حاجات خاصه بالاندكس و والانسيرت والانسيرت ميني والانسيرت 1، دول اللي احنا هنشتغل عليهم دلوقتي. و طبعا حاجات تخص الماب ريديوس او الناس شغاله بيج داتا وكلام زي كده، وبارل كوليكشن سكان وحاجات كده بقى، ريموف ورينيم وريبليس وسيف وابديت وابديت منيو وابديت 1، الثلاثه دول بتوع الابديت بس. يعني دول كده بس على السريع كده، حبيت افر كده الفانكشنز الشهيره في الموضوع. احنا دلوقتي عايزين نعمل انسيرت 1، يعني عايز اعمل انسيرت، عندي انسيرت وانسيرت 1 وانسيرت ايه وانسيرت مني. قال لي انسيرت دي ديبريشيتد يعني خلاص يعني اتلغت او يعني ما بقاش بيدعموها قوي. فاحنا عندنا انسيرت 1 وانسيرت ايه وانسيرت ميني، فاقول له ماشي انا عايز انسيرت ايه انسيرت 1 خلاص. الدوكيمنت ده او الرو دوت انا عايز اضيفه. قال لي ابعت الرو ذات نفسه هذا اوبجكت، يعني اوبجكت وانت مكونه وابعته. فاقول له ماشي انا هسميه امب 1 كده، ده فاريبل يعني لسه هكريته ان شاء الله. والكول باك فانكشن اللي هي ده هترد عليك بالايرور او بالنتيجه اللي انت عايزها. فاقول له ماشي الكول باك فانكشن ادي فانكشن عاديه جدا، طبعا بتاخد مني ايرور او ريس ريزلتس زي ما قلنا قبل كده، سيمي كولون وابدا اشتغل هنا زي ما انا عايز. بس قبل ما ابدا اشتغل هنا زي ما انا عايز، طبعا انا ممكن اقول دلوقتي ان انا يعني اقول اف ان ايرور، ان في ايرور خلاص ريتيرن ايرور واسكت، ده في حاله ان في ايرور. طب ما فيش ايرور والدنيا تمام، في الريسبونس هقول لك رايت وان دوكيمنت او وان رو دوكيمنت انسيرت في انسيرت ريكورد، وهقول له في الاخر يا كونكشن كلوز عشان اقفل الداتابيز بتاعتي. دي في الحالة الطبيعية ماشي. ممكن أكون عايز أطبع الريس، فطبعا مش هتبان معايا، فهطبعها في كونسول دوت لوج، خليه لوج لي مين الار اس عشان نشوفه بس. طيب الام ده عايزين نعرفه اللي هو البيان اللي هيترمي، طبعا بيشتغل كله جيسون. جيسون طبعا من مبادئ الايه الجافا سكريبت، الناس تكون المفروض عارفاه، واللي مش عارفه هيعرفه بسهوله جدا، ما مش محتاج اصلا معرفه. هقول له مثلا النيم بيساوي اسم الموظف، يعني مثلا كاتب اسم الموظف يونان سامي مثلا كوما،
خلاص واقول له مثلا على سبيل المثال السالري مثلا 8000 مثلا كوما اي حاجة جندر ام الجوب الى اخره بقى، مثلا ديفلوب والى اخره من الايه، من المعلومات اللي انا عاوز يعني اضيفها. تعال نجرب كده، ادي الامب اهو بعته له انسرت 1، قلت له انسرت 1 وبعت له مين الامب 1 اللي احنا دخلنا الداتا بتاعته دي. فده المفروض ريكورد هيترمي او دوت دوكيمنت هيترمي جوه الكوليكشن اللي اسمه امبلوي. فهرجع هنا واقول له تقول سي عشان اوقف الادين ده، واقول له نحدد نشغل انسيرت ايه، انسيرت انتو كوليكشن دوت جي اس. طلع طول ايرور مش مستني، قال لي السر 8000. قلت له سوري ولا يهمك، مش متعودين طبعا ما يبقاش فيها كده. وارجع تاني ارنبنا جديد ايكوال. اوه انا مش واخد بالي والله، سو سوري. برضو سالند ايكوال عندنا اللي هي النقطتين دي، المنظر ده كولون يعني. رن تاني احنا اسفين بقى خلاص كده ما ردش عليا بقى تمام. بس رن السيرفر لو في ايرور هيبان معايا هنا. طبعا هو رمى ايه هنا بقى، رمى شوية حاجات طبعا، وورنينج مش عارف ايه، ففي مونجو كلاينت وكونكت وايه، بدأ يرمي داتا وبيانات كده عجيبة وكتير جدا جدا جدا. ده كلها الريس او الريزلت اللي حصلت. المهم ان في الاخر قال لي ان النيم يونان والسالري 8000 والجندر ام والجوب ديفيلوبر، واداله اي دي مميز اندر سكور اي دي. خد بالك من اندر سكور اي دي عشان دي مهمه جدا. وهو المونجو هنا كريتت لي اي دي يخصها. لو جينا عملنا هنا كده ريفريش لقيت ادي الاي دي اهو، وادي يونان وادي السالري وادي الجندر. طيب احنا تقريبا هو لسه بيلود بناء على ان احنا نسينا نعمل ريس دوت دوت انت. اسفين يا ريس. ماشي، على العموم مش دي قضيتي دلوقتي. احنا قضيتنا فين؟ قضيتنا هنا في المونجو دي. خلاص دي الداتا لما اتحذفت هنا ما عندناش مشكله، ناخد بالنا ان الاي دي عمل جنريتد. لازم هو يجنريت يعني كل دوكيمنت او كل ريكورد بالنسبه لنا لازم يكون مميز بالنسبه لل التراوت، مميز بالنسبه للسجلات الموجوده. على العموم لو انت ما حطيتش، لو انت عايز تحط دايما ده ثابت الاندر سكور اي دي دوت، حطيته انت او ما حطيتوش فهو كده كده اصلا المونجو دي بي هيرميه. لو انت عايز تبعته لازم تبعته، بس تتاكد ان هو يونيك يعني لازم يكون ما يتكررش. يعني لو انت عايز تجرب كده ممكن تقوم جاي كده عامل اندر سكور اي دي ومتاكد ان هو مثلا هيديله مثلا رقم 1 كوما النيم مثلا، مش غير حاجه بس ايه كل حاجه زي ما هي، بس اديت ان هو ايه اي دي انا يدوي يعني وسيفت كنترول سي كده ورنيت نالو جديد. جيت هنا دوست انتر وقال لي وان دوكمنت انسرتد. دخلنا هنا على الامبلي، اخش على البيرول وارجع تاني على الامبلي، لقيت ان الاي دي رقم 1 عادل وال 8000 مش عارف ايه والكلام ده. طبعا ناخد بالنا ان هنا لو الاي دي اتكرر هيحصل لي مشكله. طب كده احنا بنكون بنحدد الاي دي. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا اقدر اعمل اداء انسيرت مالتيبل دوكيمنت، يعني ادخل بيانات كتير مش سجل واحد. هاخد من ده كده، عملت ايه مش عارف انا عملت ايه، عكيت الدنيا. ماشي سيب از
هقول له insert many في الكوليكشن. فانا هنا بقى عايز ايه، اعمل اوبجكت اسمه امبس عشان هضيف بقى يعني ناس كتير، مش هبعت الايدات اوبجكت من الايدات خالص، وهبعت الايه البيانات دي عشان هم كتير فهيبقوا لازم يكونوا اري. فهعمل ايه نفس الداتا دي كده، وعامل بس الكوس بتاع الاري ده كده، واقفل في الاخر بالكوس بتاع الاري كده. وده كده بالنسبه لي اول حاجه في الاري. خلاص واعمل هنا كوما، وده التاني كوما، وده التالت، وهكذا. كده هذا هانسرت ميني ريكوردز. خلاص كده هانسرت ايه ميني ريكوردز. خلاص و ماشي. بس انسرت بقى اول، هتبقى انسرت ايه، انسرت ميني، وابعت له امس. بس ازاي اظبط البيانات بس كده على السريع. مثلا مثلا اي حاجة، دخلنا شوية بنات حسام وعويس واسلام وهكذا. وعملت له هنا انسرت ايه، انسرت ميني، وبعت له الايه، بعت له الامبس اللي هي الاري اوف ايه اوف امب. وإيه ان في ايرور، طلع ايرور ورايت وان دوكيمنت بقى، وان دوكيمنت انسرت، لا مش وان دوكيمنت انسرت بقى. انا مش عايز اطلع وان دوكيمنت دوكيمنت انسرت، انا عاوز اطلع عدد الايه، عدد الحاجه اللي حصل لها انسرت، يعني عدد الدوكيمنتس اللي حصل لها ايه insert. فالرس هنا ده اللي هو راح فين الرس ده؟ لا مش كريت سيرفر، فين الفانكشن بتاعتنا اهي، كونكت ايرور وكونكشن اهي الرس دي. في وانا بعمل كونكشن دي ممكن تديني المعلومه اللي انا عايزها دي، اللي هي كام رو انسيرتد. فانا هاجي كده بعمل كده الاس الشهيره قال يعني كذا، ومطلع هنا بقى عدد الريكوردز. عدد الريكوردز ممكن اقول له الار اس، والار اس دي في حاجات كتير زي ما اتفقنا قبل كده، ممكن نعمل كده. فاقول له ار اس، مش جايب لي اي مساعدات، ماشي اه جاب. انسرتد كاونت يعني عدد العناصر اللي حصل لها ايه انسرت، ماشي. دي حاجات من الحاجات اللي بيساعدني فيها الانسرتد كاونت. ممكن اقول له انسرتد اي ديز، والانسرتد اي ديز دي هتجيب لي كل الاي ديهات اللي حصل لها انسرشن دلوقتي. الانسيرت كاونت هتجيب لي العدد، الانسيرتد اي ديز هترجع هترترن ليا كل الانسيرتد اي دي الاي ديز اللي احنا ايه اللي احنا عايزينها. انا هقول له انسيرتد كاونت، وبالمره زي ما قلنا له كونسول دوت رايت دوت لوج الار اس، طبعا بيبقى طويل جدا وغتيت فاحنا مش مهم عندنا، لكن انا هقول له بس انا عايز الايه انسيرتد اي ديز، الاي ديهات اللي حصل لها انسيرشن بس اشوفها كده في الكونسول. اما بره في الويب بيج هيقول لي كام رو انسيرتد يعني، او كام دوكيمنت انسيرتد. فكده سايبنا كنترول سي، واقول له انا عايز انسيرت ميني، دوس له انتر، واقوم السيرفر بتاعنا. عندنا ثلاثه المفروض، فقال لي 3 دوكيمنتس انسيرتد، وطبعا هنا الاي دي هات اهي اللي هو عملها اللي هو بي وسي ودي اخرهم كده، بي وسي ودي. نروح هنا نعمل نفنش، ما عملش اي حاجه، ندوس على البيرول وارجع على الامبلوي كده ولا اي حاجه. ايوه فانا مالي ادي البي والسي والدي اللي هم حسام وعويس واسلام، وكده كله تمام. والاي دي هات اهي موجوده اللي هو ده فاي بالترتيب، قال لي انا ضفت ايه بالظبط الاي دي هات لو انا عايز اعمل عليها اي عمليه بدون مشاكل.